تاعهم. يدينا فيه عدة رجال وعدة نساء اللي خدموا على السرج المغربي الأصيل. عندنا 15 فرد اللي كيخدم في السرج المغربي تاع الصناعة. كانت غادي في الانقراض، يعني تراث ثقافي لا مادي، وكان قارض واحد التاريخ ديال من 82 ل 2002، ومن 2002 هنا يعني اجتهدنا وابتكرنا وخدمنا السرج المغربي، رديناه كيف ما كان في الصيغه ديالو الاولى، لا من الترشيح لا من العظم لا من الركاب لا من الجام لا من المسائل ديالو كامله. يعني عندنا السرج في وتزام موجود، اللي بغى شي حاجه يتواصل بنا في التعاون ديالنا ديال مدينه وتزام. صناعه السروج التقليديه الا ما كانش فيها الا ما كانش تقليديه ما عمرك كتعطي واحد الجوده وواحد الانتاج مزيان. كاين لا ماشين تيدير 1500 1600 2000 درهم، وخدمه ديال اليد من 3000 درهم، وانت طالع 6000 درهم 7000 درهم، وكاين 10000 درهم، كاين 12000 درهم للبياسه. يعني السرج ماشي ساهل، يخدموا فيه عده نساء وعده رجال. دابا يعني باردي ملي كيشوف الشرج مجموع تيجي ساهل، ولكن ورا فيه واحد التعب كبير بالنسبه للصناعيه. كنحمل قروصنا باش كنطلعوا واحد البياسه بحال هذه البياسه اللي ما كتشوف فيها الخضر بالزيتي ولا الاحمر ولا الخضر ولا الصفر. كنخدموا على الطلب ديال الناس اللي كيركبوا، كاين اللي كيدي الاحمر كاين الصفر كاين اللي الخضر، كله الذوق ديالو. لا النحاس كاين ضروري، النحاس الفاس الجام كاين ديال النحاس، الركاب كاين ديال النحاس، الفكارن ديال السرج هما ديال النحاس. الذهب والنقره لا لا الذهب والنقره تيمشيو في السكينه وفي المكحله. السرج الحمر ديال 7000 درهم خاوي، ولا بغيت تعمرو تيبقى عندك ب 10000 درهم 11000 درهم. كيفاش تعمرو؟ تديرو الترشيح والعظام والركاب والمزايا ديالو كامله، يعني السقاط بوحدو تيدير 7000 درهم. انتم مستقرين في وتزم؟ احنا عندنا مستقرين في وتزم، التعاونيه ديالنا في وتزم كتشتغل على السرج المغربي 24 ل 24 ساعه. السرج المغربي دابا ولا كيمتاز في المغرب كامل، يعني السرج هذا داير في المغرب كامل. اي موسم مشيتي تلقى الجوده في السرج، وتلقى السرج الوتزامي كاين في اي موسم في اي معرض في اي تظاهره ديال التبوريد. دار السلام بحال جديده. عندنا الشارع الوطني للصناعه التقليديه، لا دابا كان غادي في حال القيراد، ولكن ما بقاش دابا غادي في القيراد. دابا ولينا غادي كنزيدو نشجعو مع المصنعات مع المصانعات، يعني من قدام غادي مزيان. وتنخدموا على واحد الورش ديال الموروث الثقافي اللامادي، درنا فيه تكوين بني ملال اللي تكلفت به اليونسكو، وهي اللي دابا اللي غادي تشتغل على هذا الموروث باش ما يموتش. اغلى السرج تيدير 20000 درهم خاوي، عامر كتزاد لي 10000 درهم ديال الترشيح والعظام والركاب والفاس. يعني العود تيتقام غالي؟ العود بالنسبه للعود ما كيتقامش غالي، العود راه دابا كاين اللي واصل 60 مليون 70 مليون حتى ل 100 مليون، واخا دير له اللي درتي له ما عمره غيتقام عليه غالي، يعني 3 مليون ولا 4 ولا 2 ما عمرها تجي غاليه.